مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كل الزوايا. وما كانش فيه احلى من اننا نبدا بالكليب اللي حضراتكم لسه شايفينه دلوقتي عن الراحل العظيم نجيب محفوظ. ليه نجيب محفوظ هو الاعظم؟ ليه نجيب محفوظ اللي احنا النهارده بنحتفل بمرور 17 سنه على رحيله وبنحيي هذه الذكرى هو الاعظم؟ الحقيقه في اسباب كتير تخليه الاعظم وتخلينا عندنا فخر بان نجيب محفوظ بيمثلنا في محافل كتيره. هل عشان الاغرز انتاجا بدون اي تنازل فني؟ عنده روايات عظيمة جدا وإنتاج أدبي وصحفي عظيم. هل علشان طول الوقت كان مخلص لهذا الفن، القص والحكي والرواية؟ الأعظم لأنه طول الوقت كان مخلص لعمله كموظف حتى. الأعظم لأنه بيدخل مكتبه كل يوم في نفس التوقيت علشان يكتب ويستعد للكتابة ويقرأ ويتأمل. الأعظم علشان بعد حتى محاولة الاغتيال عافر وكتب وفضل يستمر في الكتابة، كان عنده أحلام فترة النقاهة. وبكل هذا العمق اللي فيها ما كانش عنده أي ضغينة أو ضيق من هذا الشخص اللي حاول اغتياله، لكنه أهداله كمان مجموعة من رواياته علشان يقرأها في السجن، وطول الوقت كان بيؤكد أنه هذا الشخص هو ضحية. طب هل كان الأعظم لأنه متواضع وبسيط ومتسامح، لأنه مصري حتى النخاع، فضل حتى النهاية يعني زي ما بيقولوا كده بياكل من عرق جبينه؟ ولا الأعظم بس لأنه نجيب محفوظ وخلاص؟ كل ده الحقيقة يستحق التأمل، يستحق التأمل أنه هذا الشخص نجيب محفوظ بيحمل كل القيم المصرية الأصيلة اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها. شخص مخلص لعمله، مخلص لأنه هو بيكتب، مخلص لأنه موظف، مخلص لأنه أب، مخلص لأنه رب أسرة، مخلص وبيتعامل بإخلاص مع كل تفصيلة من التفاصيل دي وبيدير الموهبة زي ما بيقولوا. ساعات ممكن الواحد يكون عنده موهبة عظيمة جدا ولكن ينقصها فن الإدارة. نجيب محفوظ بقى كان عنده القدرة إنه إزاي يوظف الموهبة دي، يوظف إن هو يكون موظف ناجح، يوظف إن هو يكون مصري حتى النخاع، يوظف إن هو يكون إنسان. كل ده شفناه في نجيب محفوظ. شخصية نجيب محفوظ اللي بنتكلم النهاردة على مرور 17 سنة على رحيله، مش هنتكلم عن إنتاجه الأدبي والفني والسينمائي، لأن في يعني محللين وفي نقاد يقدروا أنهم يتكلموا عن الكلام ده كتير، في كتب كتير بالمناسبة ودراسات كتير تعملت عن أعمال نجيب محفوظ وعن شخصياته وعن تحليل كل المستويات المختلفة في أعمال نجيب محفوظ. لكن نجيب محفوظ اللي يستحق التأمل هو الإنسان المصري حتى النخاع اللي ما كانش بيسعى لأي حاجة، كل حاجة هي اللي بتسعى له، الأدب والنجاح والأصدقاء ونوبل، كل ده كان هو اللي بيسعى لنجيب محفوظ. وبالتالي أي حد عايز يكون ناجح يتأمل بس شخصية نجيب محفوظ اللي بنحتفل النهاردة بذكرى 17. خلونا نبدأ كل الزوايا.